عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. معكم رحمة فوضى، والنهاردة هنعمل تحلية لذيذة جدا، وقد ما هي لذيذة مفيدة جدا كمان، جدا 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 لينا وللأطفال. هتشوفوا طبعا مكوناتها وهتحكموا بنفسكم. الحاجات بسيطة جدا اللي احنا هنحتاجها. هنا هنحتاج معايا جلاش، ومحضرة انا ان هما بتوع الكب كيك. هنبدأ ناخد الجلاش. هنا هجيب الجلاش، انا دلوقتي هتنيها على اتنين، هي واحدة بس بالشكل ده، هتنيها على اتنين وهبدأ اقسمها بالشكل ده. المهم ان يكون معايا مربع، يعني بصوا تكون كده، هبدأ اتنيها كده، اطبقها كده وهبدأ اقصها. طبعا اللي هيتفضل من الجلاش هنعمل بيه حاجات تانية هنحتاجه، يعني مش هيترمى. لو تعرفوا تقصوها بأي شكل قصوها. وهنبدأ نحطها في الكب كيك كده، ان هي تاخد كده، وهكذا هبدأ اكرر اللي انا بعمله، ان هي تكون محطوطة على قد بتاعة الكب كيك بالشكل ده. هعمل معاكم واحدة تانية اهو، مثلث انا قسماه على اتنين بالشكل ده كده، هبدأ اطبقها كده وبعد كده كده وبعد كده كده لحد ما تبقى معايا بالشكل ده، وهبدأ اقص ده كده. ده انا هاخده احتفظ بيه، وهاخد الجزء ده افتحه كده واحطه بالشكل ده اهو. انا عايزاها تبقى شبه الوردات وبحجم الكب كيك، بحجم يعني اللي هي الحاجات السيليكون اللي هي بتاعت الكب كيك، عايزاها بالحجم بتاعها كده. وهبدأ اعمل ده كله بالشكل ده كده. انا خلصتها كلها اهو بالشكل ده، واللي اتفضل من الجلاش هحتفظ بيه في كيس وهحطه في الفريزر، وهنعمل بيه حاجات تانية كتير مع بعض. طبعا اوعى حد يرميه. ايه هبدأ هنا دلوقتي هدخلها الفرن لحد بس ما تتحمر شوية. هنا طبعا انا حطيت الجلاش بتاعنا في الفرن. هنبدأ بقى نجيب حلة صغيرة، وشايفين برطمان العسل الاسود، هحط نصه، هو مش يعني هحط حبة مثلا تقريبا بتاع كوباية كده، مش كتير، تقريبا هو نصه، حطيت نصه كده تقريبا، هو مش باين طبعا عشان العسل لونه مغطي على البرطمان، بس يعني نقول بمثابة مج مثلا عسل بالشكل ده. وهنا هاجي هجيب اي باكو تانك فروتشي، اي نوع من الانواع اللي هو السكر ده، وهبدأ افتحه وهنحط دول على النار سوا. يلا بينا نحطهم على النار. الحلة على النار، هبدأ افضي فيها الكيس التانك بالشكل ده، انا مقربه لكم عشان تشوفوا شكلها، وهبدأ اقلب. طبعا انا مغطيه النار على العسل، انا مقربه لكم عشان الصورة تبقى واضحة. طبعا ما ننساش نبص على الجلاش في الفرن يا جماعة، بعد ما هنا اقلبهم كويس قوي وادمجهم سوا. هنا انا قلبته كويس، هسيبهم على النار من 5 لـ7 دقايق كده تقريبا، وابص عليه العسل، ونبدأ نبص على الجلاش بتاعنا في الفرن. بصوا كده انا بعد ما طلعتها من الفرن هي كده، بصوا عاملة شبه الوردات بالشكل ده ومتفرغة من جوه، شايفين شكلها. وطبعا مقرمشة عشان هو يدوب نشد كده بس في الفرن. وهنا بقى في التوقيت اللي طبعا العسل فيه على النار، قطعت تفاح وقطعت موز. هتشوفوا بقى، هنبدأ نشوف كده، هركن دي كده شوية على جنب، وهبدأ بقى اجيب العسل بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. هنا هبدأ اجيب واحدة من الجلاش بتاعي، هحطه في طبق كده طبعا عشان اوريكم. هما الافضل ان انتوا تعملوها في السيليكون وتدخلوها التلاجة. وهبدأ اجيب من العسل بالشكل ده، وهحط هنا كده في الجلاش
وابدا احط الفاكهه، احط مثلا قطعتين تفاح، قطعتين من الموز كده، واروح جايه جايبه عسل تاني وحطه فوق الفاكهه. بصوا بالشكل ده. هتبقى بالشكل دوت اللي انتوا شايفينه، يا رب يكون واضح قدام الكاميرا. وهبدأ ادخلها التلاجة تتماسك شوية، يعني اهي كده، بس انا هدخلها التلاجة لحد ما العسل يمسك فيها شوية ويجمد شوية. وطبعا هبدأ اعمل كله كده كده. انا سبته شوية في التلاجة. بصوا التقديم بالشكل ده، موزة وحطيته بالشكل ده. انا بقول لكم الافكار التقديم اللي انا هقدمه بيها. استنى اوريكم هنا. انا عايزه اقول لكم بس ان العسل هيبدا يبقى فيه زي مطه كده او شده زي الكراميل كده. هنا ممكن نجيب طبق تاني، طريقه تقديم تانية. طبق فيه فرعونتين بالشكل ده. معلش يا جماعه لو صوتي فيه حاجه، لان انا بكلمكم وانا شايله ابني صغير. وهبدا بس بصوا العسل مجرد ما تسيب شويه هبدا احطه كده. بصوا شايفينه تقيل ازاي؟ صح من النوم بيتاوب بالشكل ده. وهبدا اطلع واحده من اللي انا حطاهم طبعا في الثلاجه. وهيبقى ده بشكل الطبق بالشكل. هي شكلها حلو جدا وطبعا لذيذة وفيها قيمة غذائية عالية عشان العسل الاسود طبعا والحديد اللي فيه. والاطفال هتبقى محببة جدا ليهم، بزاد ان طعمها حلو قوي وفي نفس الوقت قيمتها الغذائية عالية جدا. وممكن تقدمها لهم بالشكل اللي تحبوه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، وتضغطوا على زر الاشتراك سبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. واقول لكم باي باي، وهتوحشوني جدا. باي، قول لهم باي باي. علي لسه صاحي من النوم. يلا نقول لكم باي باي ونشوفكم في فيديوهات تانية. باي باي.